وبالعودة إلى موضوع إدلب والجنوب السوري، مشاهدينا ينضم إلينا من السويداء الأستاذ عبد الجليل السعيد، إعلامي سوري. أستاذ عبد الجليل أهلا ومرحبا بك. مساء الخير، تحياتي لكم. أنا أنضم إليكم من مملكة السويد وليس من السويداء. نشكر لك هذا التصحيح أستاذ عبد الجليل. بداية، يعني كيف تنظرون إلى آخر التطورات في الجنوب السوري والعمليات العسكرية التي تشنها دمشق وحلفائها في تلك المنطقة؟ يعني أعتقد أن الجيب الأخير الذي بقي في الجنوب هو ما يتعلق بالمنطقة المحاذية لفلسطين المحتلة أو للجولان السوري المحتل أو لإسرائيل كدولة، وتلك المنطقة لا يزال الضباط الإسرائيليون على حد علمي يجتمعون مع الفصائل المتواجدة هناك، ولذلك بالأمس صدر بيان يقول بأن غرفة عمليات القنيطرة أو المنطقة هناك هي المخولة فقط بالتفاوض عن تلك المنطقة ولا أحد سواها، أي أنها أزالت شرعية التفاوض عن أي جهة أخرى ربما تفاوض الروس أو النظام. لكن أنا باعتقادي أن الأمر مرتبط فقط بحل مشكلة نزوح المدنيين أو هرب المدنيين نحو الحدود الإسرائيلية السورية، هذه المعضلة فقط التي ربما يعملون الآن على حلحلتها. وأعتقد أن هناك اتفاقا مماثلا لما جرى في الجنوب درعا وحوران سيتم تطبيقه، وبالتالي سيكون المدني السوري هو الخاسر الأكبر، لأنه إما سيتعرض للقتل وإما سيتعرض للاعتقال وإما سيتعرض للتغيير الديموغرافي والجغرافي وينتقل أو ينقل من الجنوب إلى الشمال قسرا في حالة من الحالات. لكن بكل الأحوال الخاسر هو المدني السوري، والفصائل ربما في المحصلة سترضخ للشروط التي يمليها الجانب الروسي باسم النظام، لأن الكفة غير متعادلة هناك وغير يعني منطقية بالأحرى. نعم. المدنيون هم الخاسر الرخوة لكل حرب. طب ما هي أهمية هذه الجبهة بالنسبة للمعارضة، وما هو المتوقع في ما يخص القنيطرة برأيكم؟ يعني بشكل عام الإرادة الدولية الآن هي إرادة تقوم على تسليم الملف السوري إلى الروس، على أن يتعهد الروس بإخراج الإيرانيون، والروس يريدون أيضا ضمانات من بشار الأسد في ربما مساعدتهم على أن يحلحلوا عقدة التواجد الإيراني، وسيجد الروس صيغة معينة مثلى تقضي بقضية المعلقة، أي أنها لا متزوجة ولا مطلقة. بالأحرى سيقومون بإبقاء إيران وبإخراج إيران بآن معا. كيف ذلك؟ يعني كما يقال في العامية السورية لدينا حلها يا حلال، لن تتوقف المسألة. ثم بعد كل هذه الأمور فرح بشار الأسد أو نظامه بأنهم يسيطرون بأنهم يبسطون من جديد سيطرتهم، سيؤدي أنا باعتقادي إلى أن يوضع بشار على طاولة بوتين وأمريكا ترامب، والتفاوض على الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل السوري. نحن الآن فيما يتعلق بالمسلسل السوري، نحن الآن في الحلقات ما قبل الأخيرة، يعني في الحلقة كما يقال 27 أو 26، حتى تأتي الحلقة 30 ربما هذا في العام المقبل، عندها سيتم التفاوض على سلطة خليط أو هجين من المعارضة التي ترضى عنها روسيا وأمريكا والنظام، وبذلك يتم إخراج أو يتم يعني تغيير بشار الأسد، لكن بصيغة تتناسب مع مصالح تلك الدول، لأنهم سيحتكمون إلى مسألة بأن هذا الرجل هو أصل المشكلة وبأنه جزء من المشكلة وإلى آخره. وأعتقد أن أكبر دليل على ذلك هو أن التفاهم الأمريكي قطاره قد انطلق من هلسنكي، ورأينا كيف أن الرئيسان ترامب وبوتين متفقان على كثير من المسائل، بل أنهما يعني أشادا بجهود جيشيهما كما قالا في سوريا، يعني أشادا بهذا التصرف ولم يذكرا بأنهما يعني يرتبطان بنقاط خلاف. هناك نقاط خلاف لا شك فيه، ولكن القوى الكبرى وأعني هنا طبعا الولايات المتحدة وروسيا متفقات في المجمل وفي التفاصيل حول كل صغيرة وكبيرة في سوريا. نعم أستاذ عبد الجليل، يعني فيما يخص قمة هلسنكي التي تفضلت بالحديث عنها،
كثر ترداد مقولة يعني ضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل خاصة من الجانب الأمريكي، في الوقت الذي يدور حديث عن إمكانية اعتراف أمريكا بجولان كجزء من دولة إسرائيل. يعني أنا باعتقادي هذا أمر آت لا محالة، يعني الأسد وسوريا برمتها بفضل ما قام به بشار الأسد هي دولة ضعيفة اليوم، دولة منهارة ودولة فاشلة في كل أطرافها، سواء كانت السيطرة للنظام أو لغيره، وأعتقد أنها فرصة مواتية لكي يعني تأخذ به إسرائيل هذا المطلب. ولكن أعتقد الذي لا يريد أن يعني يعترف بالجولان بأنه جزء من إسرائيل هو إسرائيل نفسها. إسرائيل ليست في عجلة من أمرها بهذا الأمر، يعني لديها من المشاكل في الجولان السوري المحتل الكثير، لديها مشكلات مع بعض السكان هناك ممن يؤيدون نظام بشار الأسد وممن يرون في سوريا هي قلعة العروبة وقلب العروبة النابض، و يعني من هذه الخرافات وهذه الخزعبلات وهذه التفاهات. وأعتقد أن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها حول هذا الأمر. المهم هو أن إسرائيل سقطت في هذا الامتحان وأثبتت بأنها لا تريد التغيير في سوريا، هي تركن وتثق بنظام بشار الأسد ولا تثق بأحد سوى إسرائيل. كما يعني تخلت وتخلت وتخلت، أيضا تخلت عن السوريين الذين استقبلتهم في الجنوب، ويعني كان لديها فرصة ذهبية إسرائيل لأن تكون بالفعل دولة كما تدعي أنها ديمقراطية وغير ذلك. هي نظرت إلى الكرد وما يفعل بهم في سوريا وهي تقول على مر الزمن بأنهم حلفاء لها وكانت تتفرج، هي نظرت إلى السوريين وما يفعل بهم بشار الأسد وهي تقول أنها مع الإنسانية ومع الديمقراطية وحق الإنسان وهي تتفرج، وهي نظرت إلى الطائرات كيف تقصف الآن المدني، يعني تتحدث عن الجنوب في تلك المنطقة مثلث الموت عزيزي. نعم. البارحة فقط سمعت، يعني ولست محللا عسكريا، أنا فقط مراقب ومتابع، يعني سمعت أكثر من 500 غارة، يعني شيء لا يتصور. يعني تصور أنك تضرب منطقة يعني لا تتجاوز حيا من أحياء القامشلي لا قدر الله ب500 غارة في يوم واحد أو في ساعات محددة. فيعني هنا أعتقد بأن الملف السوري هو في الحلقات ما قبل الأخيرة، في الحلقة 26 أو 27، ربما القمة القادمة بين بوتين وبين ترامب سيكون فيها حديث بشكل واضح. الآن الملف تم إرساء دعائم التفاهم عليه بين بومبيو من جهة وبين لافاروف من جهة، تم فتح خطوط من خلال جون بولتون الرجل القوي في إدارة ترامب الآن مع مدير المخابرات الروسية العامة، وبنفس الوقت الآن لقاء بوتين ولقاء ترامب مهد لهذا التفاهم بمجمله. والقضية السورية قضية مهمة، ولكنها مهمة بالنسبة لنا كسوريين، لكن ليست بهذه الأهمية لدى الأمريكان أو لدى الأوروبيين أو لدى الروس، ربما هم مهتمون أكثر لأن مصالحهم ارتبطت بهذا الأمر. أعتقد أن المعضلة هي أكبر مما يتصور البعض وأبسط مما يعتقد الآخرون. نعم، شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات الأستاذ عبد الجليل السعيد ناشط إعلامي، حدثنا من السويد.